أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول: ما المراد بهذه الآية وما المراد بالثمانية؟ هذا في يوم القيامة إذا انشقت السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم حملة العرش، العرش له حملة من الملائكة. نعم.